زي ما احنا متعودين في كل حاجة في حياتنا بقى في إجراءات المفروض احترازية، بقينا في إجراءات وقائية بناخد بالنا منها أكتر. النهاردة طبعا على مستوى الكورة وعلى مستوى مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تحديدا ففي إجراءات احترازية شديدة جدا. الخبر اللي معانا بيقول إنه اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم أخطرت كل من الأهلي والإنتاج الحربي بالخضوع لمسحة جديدة بكرة هتكون إن شاء الله للكشف عن كورونا ما بين اللعيبة قبل ما المباراة تبدأ يوم الجمعة بإذن الله في إطار منافسات الأسبوع 19 في الدوري. زي ما احنا عارفين كان قرر اتحاد الكورة أنه يؤجل مباراة الإنتاج الحربي مع فريق مصر بسبب الإصابات الكبيرة ما بين لاعبته لعيبة الإنتاج الحربي تحديدا بفيروس كورونا قبل تماثل الفريق للشفاء. يعني كل ان شاء الله كثير. التوفيق للانتاج الحربي وكل الانديه المصريه طبعا من فيروس كورونا، وان شاء الله كل اللعيبه نكون في صحه جيده.